السلام عليكم تلاميذ الصف الثاني الابتدائي، اليوم عندنا اختبار الفصل الخامس صفحة 95. عندنا الفقرة أولا، أجد ناتج الطرح ذهنيا. عندنا السؤال الأول، 47 ناقص 18. طبعا الطرح الذهني أخذناه سابقا تلاميذي، وقلنا دائما بعملية الطرح العدد الكبير ناقص العدد الصغير. بالنسبة للعدد الصغير اللي يمثل العدد الثاني دائما في عملية الطرح بموضوع الطرح الذهني، فلازم نساوي العدد الصغير من 10 ومكملاتها، من 10 ومضاعفاتها، يعني 18 راح تصير وحدة من هذني الأرقام، راح نضيف عليها أرقام، راح نزيد عليها أرقام بحيث يطلع الناتج 20. بما أنه 18 قريبة على 20، إذن راح نزيد أرقام على 18 حتى تصير 20. 18، عندنا السؤال الأول قلنا 47 ناقص 18. 18 لازم تصير 20. شلون تصير 20؟ راح نزيد عليها رقم أو رقمين أو 3 أرقام حتى تصير 20. 18 زائد 2، 18 زائد 2 يساوي 20. بما أنه زيدنا 2 على 18، فلازم نزيد 2 على الرقم الأول، 47. 47 زائد 2 يساوي 49. إذن 49 الرقم الأول ناقص عملية الطرح الرقم الثاني 18 صارت 20 ناقص 20. هسه راح نبدي نطرح. الآحاد ناقص الآحاد، 9 ناقص 0 يساوي 9، 4 ناقص 2 يساوي 2. إذن الناتج 29. الناتج 29. السؤال الثاني، 63 ناقص 27. بالنسبة للرقم الثاني دائما قلنا في عملية الطرح الذهني الرقم الثاني راح نسوي من مكملات العشرة، 27 راح نسويها 30، لأن 27 قريبة على 30. 27 قريبة على 30، شلون 27 تصير 30؟ نزيد عليها أرقام تصير 30. 27 زائد شقد تصير 30؟ بعد 27 28 29 30. إذن 27 زائد 3، 27 زائد 3 يساوي 30. بما أنه ضفنا 3 على الرقم 27، فلازم نضيف 3 على العدد الأول، لازم نضيف 3 على العدد الأول، على 63. 63 زائد 3 تساوي 66. 63 بعد 63، 64، 65، 66. إذن الرقم الجديد 30 و66. الرقم الأول عندنا 66، 66 ناقص 30 يساوي، الآحاد ناقص الآحاد، 6 ناقص 0 يساوي 6، 6 ناقص 3 تساوي 3. إذن الناتج 36. 36، 63 ناقص 27 تساوي 36. السؤال الثالث، 84 ناقص 36. بالنسبة للرقم الثاني أو العدد الثاني 36 لازم نسويها من مكملات العشرة، بعد 36 يا رقم يجي من مكملات العشرة؟ الرقم 40. إذن 36 لازم تصير 40. شلون تصير 40؟ نزيد عليها أرقام بحيث الناتج يطلع 40. 36 بعد 36، 37، 38، 39، 40. إذن الناتج 4. 36 زائد 4 يساوي 40. بما أنه زيدنا 4 على 36، فلازم نزيد 4 على الرقم الأول، على 84. 84 زائد 4 يساوي 88. بعد 84، 85، 86، 87، 88. طلع عندنا الرقم الجديد 88 ناقص 40. الرقم الأول ناقص الرقم الثاني، 88 ناقص 40 يساوي، الآحاد ناقص الآحاد، 8 ناقص 0 يساوي 8،
ثمانية ناقص أربعة يساوي أربعة، الناتج 48. الفقرة الثانية، استعمل العلاقة بين الجمع والطرح لأجد العدد المفقود. عندنا السؤال الرابع واجب بيتي، أما السؤال الخامس 367 ناقص فراغ يساوي 234. تلاميذي أخذ بالفيديو السابق ذكرنا أنه دائما في عملية الطرح العدد الأول يمثل العدد الأكبر، في عملية الطرح دائما العدد الأول يمثل العدد الأكبر، أما في عملية الجمع دائما ناتج الجمع يمثل العدد الأكبر. هي هاي العلاقة بين الجمع والطرح، راح نستعمل العلاقة بين الجمع والطرح حتى نطلع العدد المفقود. السؤال الخامس 367 ناقص فراغ، بما أنه العملية طرح فإن العدد الأول يمثل العدد الأكبر، وأيضا ذكرنا بالفيديو السابق أن دائما في العدد المفقود، في موضوع العدد المفقود دائما الرقم الكبير ناقص الصغير. عندنا الرقم الكبير 367 ناقص الرقم الصغير 234، راح نطرح 367 ناقص 234، 7 ناقص 4 يساوي 3، 6 ناقص 3 يساوي 3، 3 ناقص 2 يساوي 1، 133. إذن العدد المفقود 133. هاي بالنسبة للسؤال الخامس. أما السؤال السادس 76 زائد 36 زائد فراغ يساوي 234. بالبداية راح نجمع العددان 76 زائد 36، 76 زائد 36، 6 زائد 6 يساوي 12، 2 باليد 1، 1 زائد 7 8، 8 زائد 3 بعد 8 19، 11 الناتج 11، 112 الناتج 112. عندنا 112 زائد فراغ يساوي 234. قلنا دائما في موضوع العدد المفقود الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير، الرقم الكبير 234 ناقص الرقم الصغير 112، 234 ناقص 112، 4 ناقص 2 2، 3 ناقص 1 2، 2 ناقص 1 يساوي 1، 112 122، 122 العدد المفقود 122. استعمل جدول القيمة المكانية لأجد ناتج الطرح. عندنا السؤال السابع معطينا بجدول القيمة المكانية 71 ناقص 5، الآحاد ناقص الآحاد، 1 ناقص 5 ما يصير لأن الواحد أصغر من الخمسة، ناخذ دين من السبعة، السبعة تصير 6، الواحد يصير 11، 11 ناقص 5، نكمل بعد الخمسة إلى أن نوصل للرقم 11 يطلع عندنا الناتج 6، يطلع عندنا الناتج 6، 11 ناقص 5 يساوي 6، والستة تنزل، إذن الناتج 66. السؤال الثامن 36 ناقص 27، 6 ناقص 7 ما يصير، ناخذ دين من الثلاثة، الثلاثة تصير 2، هاي الستة تصعد فوق والواحد يقعد يم الستة، 16 ناقص 7، نكمل بعد السبعة إلى أن نوصل للرقم 16، بعد السبعة 8 9 10 11 12 13 14 15 16، الناتج 9، 16 ناقص 7 يساوي 9، 2 ناقص 2 يساوي 0، الناتج 9. السؤال التاسع 50 ناقص 23، 0 ناقص 3 ما يصير، ناخذ دين من الخمسة، الخمسة تصير 4، هذا الصفر يصير 10، 10 ناقص 3 يساوي 7، 4 ناقص 2 يساوي 2، الناتج 27. السؤال العاشر واجب. سؤال رقم الفقرة الرابعة أجد ناتج الطرح. سؤال رقم 11 677 ناقص 154،
سبعة ناقص أربعة يساوي ثلاثة، سبعة ناقص خمسة يساوي اثنان، ستة ناقص واحد يساوي خمسة، 523. سؤال رقم 12، 857 ناقص 703، سبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة، خمسة ناقص صفر يساوي خمسة، ثمانية ناقص سبعة يساوي واحد، 154. سؤال رقم 13، 215 ناقص 48، خمسة ناقص ثمانية ما يصير لأن الخمسة أصغر من الثمانية، ناخذ دين من الواحد، الواحد تصير صفر، الخمسة تصير 15. 15 ناقص ثمانية، نكمل بعد الثمانية إلى أن نوصل للرقم 15، يطلع عندنا الناتج سبعة. صفر ناقص أربعة ما يصير، ناخذ دين من الاثنان، الاثنان تصير واحد، الصفر يصير 10. 10 ناقص أربعة يساوي ستة، والواحد تنزل، الناتج 167. سؤال رقم 14، واجب بيتي. عندنا الفقرة الخامسة، أجد ناتج الطرح ثم أتحقق من الحل باستعمال الجمع أو الطرح. عندنا سؤال رقم 15، 243 ناقص 76، بالبداية راح نطرح بعدين نتحقق من الحل باستعمال الجمع أو الطرح. ثلاثة ناقص ستة ما يصير، ناخذ دين من الأربعة، الأربعة تصير ثلاثة، الثلاثة تصير 13. 13 ناقص ستة، نكمل بعد الستة إلى أن نوصل للرقم 13. بعد الستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر 13، الناتج سبعة. 13 ناقص ستة يساوي سبعة، ثلاثة ناقص سبعة ما يصير، ناخذ دين من الاثنان، الاثنان تصير واحد، هاي ثلاثة تصير 13. 13 ناقص سبعة يساوي ستة، نكمل بعد السبعة إلى أن نوصل للرقم 13، يطلع عندنا الناتج ستة، إذن 67، والواحد تنزل، 167. الناتج 167. بالنسبة للتحقق في عملية الطرح، من نتحقق نجمع العددان، نجمع الناتج مع العدد الثاني يطلع عندنا العدد الأول، نجمع الناتج مع العدد الثاني يطلع العدد الأول. سبعة ناقص ستة، سبعة زائد ستة يساوي سبعة بعقلي، وأكمل بعد السبعة، ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر 13، ثلاثة باليد واحد، واحد زائد ستة يساوي سبعة، سبعة زائد سبعة يساوي 14، أربعة باليد واحد، سبعة زائد سبعة، سبعة بعقلي، أكمل بعد السبعة، ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر 13، 14، الناتج 14، أربعة باليد واحد، واحد زائد واحد اثنان، الاثنان تنزل، الناتج 243، إذن 243 نفس الناتج، طلع عندنا العدد الأول 243، إذن الحل صحيح. عندنا السؤال رقم 16، 172 ناقص 90، اثنان ناقص صفر يساوي اثنان، سبعة ناقص تسعة ما يصير، ناخذ دين من الواحد، الواحد تصير صفر، السبعة تصير 17، 17 ناقص تسعة، نكمل بعد التسعة إلى أن أوصل للرقم 17، يطلع عندي الناتج 8، 82، إذن الناتج 82. التحقق، من نتحقق لازم نجمع في عملية الطرح، من نتحقق لازم نجمع، نجمع الناتج مع العدد، مع العدد الثاني، الناتج مع العدد الثاني 82 زائد 90، 82 زائد 90، 2 زائد 0 يساوي 2، 8 زائد 9، 9 بعقلي، الرقم الكبير 9 بعقلي، وأكمل بعد التسعة، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17.
17 102 وسبعون، الناتج 172. إذا طلع عندنا العدد الأول 172، إذا الحل صحيح. عندنا السؤال رقم 17، 254 زائد 497. عندنا عملية جمع، فراح نجمع جمع اعتيادي، 4 زائد 7 يساوي 11، 1 باليد 1، 1 زائد 5 يساوي 6، 6 زائد 9 يساوي 15، 5 باليد 1، 1 زائد 2 يساوي 3، 3 زائد 4 يساوي 7، الناتج 751. 751. أما بالنسبة للتحقق في عملية الجمع، من نتحقق لازم نطرح الناتج ناقص أحد العددين، الناتج ناقص أحد العددين، 751 ناقص 497، 751 ناقص 497 يطلع عندنا الناتج 254. 1 ناقص 7 ما يصير، ناخذ 2 من الخمسة، الخمسة تصير 4، الواحد يصير 11، 11 ناقص 7 أكمل بعد 7 إلى أن أوصل للرقم 11 يطلع عندي الناتج 4، 4 ناقص 9 ما يصير، ناخذ 2 من السبعة، 7 تصير 6، 4 يصير 14، 14 ناقص 9 يساوي 5، أكمل بعد 9 إلى أن أوصل للرقم 14 يطلع عندي الناتج 5، 6 ناقص 4 يساوي 2، 254. الناتج إذن 254. طلع عندنا العدد الأول 254، إذن الحل صحيح. عندكم سؤال رقم 18 واجب بيتي. سؤال رقم 19، عدنان أكبر من أخته فدوى ب5 سنوات، فدوى أكبر من أختها خلود ب4 سنوات، إذا كان عمر خلود 8 سنوات فكم عمر عدنان؟ عمر خلود 8 سنوات، المطلوب عمر عدنان، بما أنه خلود عمرها 8 سنوات، فدوى أكبر من أختها خلود ب4 سنوات، عمر فدوى، إذن عمر فدوى عمر خلود زائد 4 سنوات، لأن فدوى أكبر من خلود ب4 سنوات، خلود عمرها 8 سنوات، 8 زائد 4 يساوي 12، عمر فدوى 8 زائد 4 يساوي 12 سنة، عمر عدنان، عدنان أكبر من أخته فدوى بخمس سنوات، إذن عمر عدنان يساوي عمر فدوى زائد 5 سنوات، 12 زائد 5، 12 عمر فدوى، 12 سنة زائد 5 سنوات زائد 5 سنوات يساوي 12 زائد 5 يساوي 17 سنة عمر عدنان، عدنان عمره 17 سنة. واجبكم تلاميذي تقرون اختبار الفصل الخامس صفحة 95 وتحلون سؤال رقم 14 14 18. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.